بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب الصف الثاني المتوسط، أهلا وسهلا بكم في مادة الدراسات الاجتماعية الفصل الدراسي الأول. اليوم هنشرح مع بعض الدرس السادس بعنوان نهاية الدولة العباسية. عانت الدولة العباسية منذ القرن الثالث الهجري انفصال عدد من الأقاليم عنها. الهجوم المغولي على البلاد الإسلامية، اجتاح المغول المناطق الشرقية من العالم الإسلامي في القرن السابع الهجري، ولم تستطع الدولة العباسية الصمود أمامهم، فسقطت بغداد في يد زعيم المغول هولاكو سنة 656، وقتل آخر خلفاء الدولة العباسية المستعصم بالله، وبذلك انتهت الدولة العباسية. طيب، من هم المغول؟ المغول هم قبائل سكنت أواسط آسيا ولا تدين بدين سماوي، ولقد بدأت القبائل المغولية باجتياح البلاد المجاورة لها بقيادة جنكيز خان، ثم واصلوا زحفهم غربا حتى وصلوا إلى حدود البلاد الإسلامية. فقاد هولاكو حفيد جنكيز خان جيش كبير اجتاح به بغداد ودمرها، وأسقط الدولة العباسية عام 656 هجري، وقتل آخر خلفاء المستعصم بالله. يبقى آخر خليفة عباسي من هو؟ هو المستعصم بالله. ثم واصل زحفه إلى شمال العراق واستولى على حلب ثم على دمشق. لماذا توقف زحف المغول بعد الاستيلاء على دمشق؟ لما سيطر المغول على دمشق توقف حركتهم عند حدود الدولة المملوكية، وأرسل هولاكو إلى سلطان المماليك سيف الدين قطز يهدده ويطلب منه الاستسلام قبل دخول البلاد، ولكن سيف الدين قطز استشار رجال الدولة وأشاروا عليه بتوحيد الصفوف لمواجهة المغول، فدارت معركة عين جالوت وكانت بقيادة سيف الدين قطز والظاهر بيبرس، ولكن سيف الدين قطز قاد هذا الجيش في معركة عين جالوت وانتصر فيها على المغول، وانتهت بانتصار المسلمين سنة 658. طيب، ما هي نتائج الهجوم المغولي على بلاد المسلمين؟ 1- سقوط الدولة العباسية في بغداد. 2- تدمير بغداد عاصمة الدولة العباسية. 3- تدمير مراكز الحضارة الإسلامية. 4- اتحاد كلمة المسلمين وترك الخلافات. 5- دخول عدد كبير في المغول من المغول في الإسلام. وإلى هنا ينتهي الدرس السادس، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.